ولنقاش هذا الملف والحديث عن المؤسسة العسكرية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. مساء النور، أهلا بكم سيادة العقيد. كيف تقيمون هذه الذكرى 99 التي تمر على تأسيس الجيش الوطني العراقي؟ نعم، لا شك بأن هذه الذكرى هي ذكرى عزيزة على قلوب جميع العراقيين الشرفاء بما فيهم منتسبي القوات المسلحة العراقية الذين كانوا سدا منيعا أمام الريح الصفراء القادمة من طهران، والذين وقفوا مواقف قومية وعروبية ساعدت في وقف هذه الحملات التي ما أن انتهى الجيش العراقي حتى تمددت بهذه الطريقة التي نراها الآن في المنطقة العربية بشكل عام. لقد خاض الجيش العراقي صفر خالد من البطولات في حربه مع الكيان الصهيوني وفي وقوفه مع سوريا ومنعها من السقوط بيد العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقوفه بوجه إيران منذ عام 1980 وحتى عام 1988، إضافة إلى وقوفه بوجه الولايات المتحدة الأمريكية طوال الفترة الماضية حتى احتلال العراق عام 2003. سطر هذا الجيش ملاحم خالدة وبطولات كبيرة. كان هذا الجيش غير طائفي، كان هذا الجيش غير مسيس، كان هو في حق جيش للوطن وجيش للأمة. سيادة العقيد، كيف تفسرون هذا التراجع في مستوى الجيش العراقي والمؤسسة العسكرية ككل في العراق رغم كل هذه الإشادات التي ذكرتها، والجيش العراقي الذي كان من بين أقوى الجيوش في العالم والمنطقة؟ نعم، بداية دعيني أقول بأنه لماذا تم حل الجيش العراقي السابق؟ الإدارة الأمريكية أو من مصلحة من أن يقوم بحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية التي كان يشار إليها بالبنان في تلك الفترة؟ من مصلحة إيران أن لا يكون في العراق جيش قوي، لأنه هذا الجيش أذاق إيران طوال فترة 8 سنوات من الحروب والمعارك المستمرة حتى تجرعوا السم في وقف العمليات العسكرية مع العراق وقبولهم بالقرار 598. الكيان الصهيوني أيضا لا يريد لهذا الجيش أن يكون جيش قوي، وهذا الجيش يحافظ على تنظيمه أو هيكليته القيادية والتنظيمية كما كان قبل عام 2003. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كانت تخشى من هذا الجيش في حال بقائه من أن يقوم بعمليات عملية انقلاب على الوضع السياسي القائم الجديد. فبالتالي كان لابد من حل هذا الجيش الذي تدعو إليه أطراف داخلية وأطراف خارجية، حتى من الداخل هناك أطراف لا تريد هذا الجيش أن يكون قويا. أدخلوا مسألة المحاصصة الطائفية في الجيش، وبذلك قتلوا الحرفية والمهنية في الجيش. هذا الجيش فقد عقيدته العسكرية نتيجة الولاءات التي أصبحت عابرة للحدود. كم تم التركيز خلال الفترة الماضية على مسألة الولاء للحزب والولاء للطائفة، وبذلك جروا الجيش إلى معارك داخلية هو كان بعيد عنها كل البعد طوال الفترة الماضية. الجيش دائما تكون واجباته باتجاه حماية الحدود، ولكن نتيجة الصراعات السياسية ونتيجة الانقسام السياسي الحاصل في العراق تم إدخال هذه المؤسسة العريقة التي تم بنائها من قبل الميليشيات التي جاءت مع الاحتلال وساعدت الاحتلال في احتلال العراق. ها هي اليوم هي تتصدر المشهد العراقي، ونرى كيف يتوسل قائد كبير في الجيش العراقي ببعض الجنود الذين خرجوا إلى السفارة الأمريكية بعملية إعادتهم من هذا المكان. نرى بأن هذا الجيش حقيقة الآن هو ضعيف بشكل كبير جدا، وهو خاضع للميليشيات بشكل كبير، وهذا ما رأيناه طوال الفترة الماضية. الحديث عن الولاء ربما يقودنا لتساؤل إلى أي مدى فقدت المؤسسة العسكرية في العراق سيادتها، إن أمكن القول بولائها لجهات أجنبية أو دول بعينها، مجرها إلى ما نعيشه اليوم من حرب بالوكالة في العراق.
نعم لا شك، يعني عندما يصرح رئيس الوزراء ويقول تم تدقيق فرقتين فقط ووجدت فيها أكثر من 50,000 فضائي، أو عندما يقوم هذا الجيش بالانسحاب من مدينة الموصل أو بالهروب من مدينة الموصل ومن كثير من المدن العراقية مثل صلاح الدين والمناطق المحيطة ببغداد والأنبار بدون أن يخوض معارك مع تنظيم الدولة أمام بضع مئات من تنظيم الدولة، هو يعطي صورة واضحة على هذه القوات التي تم تشكيلها بعد عام 2003. هذا الجيش العريق في السابق أصبح الآن يتبع قوات الحشد الشعبي في أي منطقة عمليات القيادة لميليشيات الحشد الشعبي على حساب هذه المؤسسة العريقة، كما أن هناك عملية استيلاء على كثير من أسلحة هذا الجيش من قبل هذه الميليشيات. أنا أقول بأنه الوضع في العراق تغير بشكل كبير جدا، هذه المؤسسة العسكرية تحتاج إلى عملية إعادة تنظيم وإلى إعادة هيكلية كبيرة جدا وإلى تصحيح في مسألة العقيدة العسكرية لهذا الجيش التي تغيرت وأصبحت عقيدة طائفية وولائية لا تمت إلى البلد بصلة، ويجب أن يكون الولاء تكون غير مسيسة وأن يكون الولاء للوطن ولا يكون الولاء لا للطائفة ولا إلى الحزب، وأن نخرج من النظرة الضيقة الموجودة في العراق إلى نظرة أوسع لكي يتم بناء قوات مسلحة حقيقية. كان مقتدى الصدر دعا لتشكيل أفواج المقاومة الدولية، إلى أي مدى يصنف مثل أو تصنف مثل هذه الدعوة تحت تشكيل خانات أو تحت تشكيل جماعات إرهابية عابرة للحدود؟ ونتساءل أيضا عن دور المجتمع الدولي للحد من مثل هذه الدعوات. نعم، بداية دعينا نقول ما هو موقف الحكومة، يعني نريد الحكومة أن ترد على مثل هذه الدعوات التي تتقاطع مع الدستور العراقي في المادة 9 التي تمنع تشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة. ألا يكفي العراق هذه الميليشيات التي تم تشكيلها منذ الاحتلال وإلى يومنا هذا، خصوصا ميليشيات الحشد الشعبي وما جرت من ويلات على العراق؟ أنا أعتقد أننا أمام إشكال حقيقي في أن الدولة فقدت زمام السلطة في العراق، وبذلك أصبح التحكم من قبل قادة ميليشيات أو زعماء مثل قيس الخزعلي ومثل النجباء ومثل مقتدى الصدر وما إلى ذلك، هم حقيقة من يسيطرون على البلد وهم من يديرون الأمور سياسيا وعسكريا، وإلا مثل هذه التصريحات كان يجب على الحكومة أن تقف موقف صلب وأن تحيل هؤلاء إلى القضاء لمحاسبتهم على مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى إشكال كبير جدا وتضارب مع الأجهزة الأمنية العراقية. حقيقة هذه التصريحات الغير مسؤولة تعطي دلالة واضحة على أنه من يسير الأمور ويسيطر عليها في العراق هم أصحاب هذه الميليشيات أو هذه العصابات التي سيطرت على الملف الأمني والملف السياسي والاقتصادي بشكل كبير جدا، وأصبحت كلمتها هي النافذة على حساب سلطة الدولة وهيبة القانون. شكرا جزيلا لكم سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.